السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في هذا الشهر الكريم المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا. كيف نقوي مناعتنا النفسية لا سيما في هذا الشهر الكريم المبارك؟ عن طريق الصبر، لأن الصبر هو حمل النفس على ما تكره ابتغاء مرضات الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا أفرغ علينا صبرا. الصبر نصف الإيمان، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يعني عطاء الصبر خير للعبد وأوسع من إعطائه ما يحب. مثلا: من أعطاه الله عافية ومالا وأعطى غيره بلاء وأعطاه مع البلاء صبرا، فما أعطاه المبتلى من الصبر أوسع وأفضل مما أعطاه المعافى. فالصبر أوسع من النعمة، لأن ثواب الصبر باق والنعمة زائلة. من ثمرات الصبر أن الصابر يفوز بمعية الله، قال سبحانه: إن الله مع الصابرين، وأن جزاء الصبر يكون بلا حساب، قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ضياء، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصبر ضياء. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، بمعنى أن الصبر يضيء قلب الإنسان ونفسه، وهو سبب من شراح الصدر. الصبر له أنواع أربعة. النوع الأول: الصبر على فعل الطاعات، فقد حفت الجنة بالمكاره، فهذا النوع من الصبر يقاوم به الإنسان الكسل عن الصلاة، مثل بعض الناس الذين يتكاسلون عن صلاة التراويح مثلا في هذه الليالي المباركة، فالصبر هو الذي يجعلهم يقاومون التكاسل عن الصلاة. وبسبب هذا الصبر أيضا، اللي هو الصبر على فعل الطاعات، يقاوم الإنسان البخل عن الزكاة، قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. النوع الثاني من الصبر: الصبر على سلوكيات الناس وعلى أذاهم وعلى كلامهم السيء، قال سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. في هذا الحديث ينبهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة أن يصبر الزوج على زوجته، وأن تصبر الزوجة على زوجها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. النوع الثالث من الصبر: الصبر عن المعاصي، فقد حفت النار بالشهوات، فإن الصبر ضد الهوى، والهوى مطالبة النفس بقضاء شهواتها من حلالها أو حرامها. ولذلك ينبغي أن ينهى الإنسان نفسه عن هواها، قال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النوع الرابع من الصبر: الصبر على المصائب وعلى أقدار الله المؤلمة، ومنها موت الأحبة كموت حبيب أو صديق أو قريب، والابتلاء بالأمراض، وإصابة الأموال بالجوائح وغيرها من الآفات، قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وسبيل الصبر أن يعلم الإنسان أن قضاء الله وقدره عن حكمة بالغة وعن علم تام، وقضاء الله سبحانه وتعالى ملؤه اللطف والرحمة، قال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعائه: اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. والبلاء دليل على حب الله سبحانه وتعالى للعبد، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الإمام الترمذي في السنن بسند صحيح. وأعظم من الصبر الرضا بقضاء الله، والرضا هو ألا يجد الإنسان ألما لمصيبته، ويترك اختياره لنفسه،
وإنما يوجد هذا الرضا عند كمال التفويض لله. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك. فعند كمال التفويض لله سبحانه وتعالى هذا هو الرضا، وجزاء هذا الرضا راحة القلب وزيادة الإيمان. وقد يكون البلاء بالعطاء أكبر من البلاء بالحرمان، قد يكون البلاء بالعطاء أكبر من البلاء بالحرمان. قال سبحانه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بالسراء فلم نصبر. فقد يكون الابتلاء بالعطاء كما يكون بالحرمان، والمؤمن يستطيع التمييز بينهما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اليقين الذي به يهون علينا مصائب الدنيا. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.